الله يخليكم، نحاول ما امكن في هذه الوقيته سورتو في هذه الوقيته ما تغلبش علينا الانانيه، حيت صحتك انت هي صحتنا كاملين، دونك نحاول على عائلتك وعلى عائله الناس وعلى اولى العائلات اجمع. السلام عليكم، معكم معاذ دكتور في الصيدله. اليوم ان شاء الله جيت نوعيكم على حساب هذا الموضوع الساعه اللي هو كورونا فيروس. دونك غنوريكم جميع طرق الوقايه باش ان شاء الله تحمي راسك وتحمي عائلتك من الاصابه بهذا الفيروس. اول حاجه، كورونا فيروس هو واحد الفيروس بحاله بحال جميع الفيروسات الاخرين، غير هو كيتميز عليهم بحاجه واحده اللي هي سرعه الانتشار، وكيميزوه بواحد السميه اللي هي كوفيد 19. بغيتي تحمي راسك من هذا الفيروس شنو غدير؟ اول حاجه هي بونيجيان، يعني خاصك تغسل يديك بالماء والصابون لمده 20 ثانيه. غسيل ديال اليدين كيفاش كيكون؟ دونك خاصك تغسل كومسا، غتغسل لو بوس الصبع الكبير، كتغسل هكا اطراف، كتغسل الضفار حتى هما، هادشي كياخذ 20 ثانيه. سينو ما لقيتيش الماء، ما لقيتيش الصابون، كاين لو جيل هيدروالكوليك اللي هو لو جيل ديزانفيكتون، كيتباع في جميع الصيدليات. خاصنا نعرفوا كون كوا كو هاد الفيروس ديجا في لا ستركتور ديالو هو ثقيل، دونك اون فوا واحد الانسان غادي يكحب ولا غادي يعطس اوتوماتيكمون هذاك لو فيروس كتهبطو للجاذبيه كيطيح للارض، سواء غيطيح للارض سواء غيلصق في اي اوبجي لقاه حداه. دونك شنو هي الحاجه اللي كتكون فيها لو ريسك بزاف؟ هما الصبابط ديالنا. دونك ابار اليدين، وان يدك ما خاصهاش تقيس وجهك، الصباط اون فوا تدخل للدار خاص الصباط ديالك، خاص واحد لا زون ما تفوتش فيها الصباط، اون فوا تدخل كتحيدها، خاصو يديزانفيكتا وتاخذ الصنداله ديالك وتمشى كيف ما بغيتي في الدار ديالك. الحوايج ديالك بغيتي ديزانفيكتيهم، الشمس كافيه، سينو السوشوار تكون درجه الحراره طالعه ولا المصلوح. نحاولوا ما امكن نبعدوا على لي بيي وعلى لي بيس دارجون. انا ما كرهتش الناس يتعاملوا بلي كارت بونكير وكارت بونكير ديالك تبقى عندك. سينو لي بيس il faut les désinfecter soit بالالكول soit بلو جافيل. نحاولوا ديزانفيكتيو لي مونتر، التليفون، اي حاجه غتخرج لبرا وغتدخل الدار خاصها ديزانفيكتي.